وفد فريق نادي كاظمة لألعاب القوى للشباب اللي وصل إلى أرض الكويت من الدوحة بعد تتويج لاعبيه بعدد من الميداليات الذهبية والمتنوعة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للشباب. طبعا هذه البطولة تكتسب أهمية كبيرة كذلك لأنها تصنف بمنزلة انطلاقة حقيقية للاعبين الواعدين إلى عالم النجومية في رياضة ألعاب القوى. الكويت راهنت على ألعاب القوى وحصدت على الميداليات الذهبية، حيث تسلحت ب 35 لاعبا في 22 لعبة مختلفة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للشباب. والحمد لله رب العالمين، نادي كاظمة حصد على 12 ميدالية، منها ذهبيتين وأربع فضيات وست برونزيات، ومجموع العام كان ترتيبنا الثالث، منها الجري والوثب والرمي. طبعا اللي متميزنا فيها احنا الحمد لله رب العالمين بطل عبد الله منوخ اخذ ذهبيه الوثب الطويل. وحظي الابطال باستقبال حافل في مطار الكويت الدولي من قبل المدربين والاهالي والذين اهدوا فوزهم الى وطنهم. خذيت الحمد لله ثلاث ميداليات، المركز الاول في الوثب الطويل برقم كويتي جديد 754، والوثب الثلاثي 14.85، وأهدي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولا شعب الكويت كافة. حاصل على الميدالية الذهبية في طاحة المطرقة، وأهدي الفوز هذا حق كابتني ناصر جر الله تعب معاي وأهلي والكويت. يعطيكم الله يعافيك. حصلت على الميدالية الفضية في بطولة نوادي غرب آسيا، حق كابتني، حق أهلي، عائلتي، حق الكويت. هذه البطولات تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة لرياضة ألعاب القوى، خصوصا أن هذه البطولات تعتبر انطلاقة حقيقية للاعبين. يقوم اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى بخطوات كبيرة في سبيل تطوير هذه الرياضة من خلال تنظيم العديد من البطولات والملتقيات للمنتخبات والأندية، آخرها ملتقى الدوحة للأندية اللي شهد عدد من الإنجازات اللافتة لأبطال الكويت. نعم طبعا، حول خطط وأنشطة الاتحاد اللي راح يكون مقره في دولة الكويت للأعوام الأربعة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف الأمين العام للاتحاد الدكتور مانع مهدي العجمي. دكتور مانع صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا، وبداية لو تعرفنا أكثر على اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى، وهل هو مستقل أم تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للعبة؟ صبحكم الله بالخير. أولا بخصوص اتحاد غرب آسيا، هو اتحاد إقليمي تأسس سنة 2004 في المملكة الأردنية، كان تقريبا 10 دول من ضمنها دولة الكويت، وانتقل المقر سنة 2008 إلى المملكة البحرينية، وفي عام 2021 تم نقل المقر إلى الكويت بعد نجاح رئيس الاتحاد سيار العنزي. وفي النظام الأساسي الاتحاد المقر يتبع للرئيس، فانتقل الكويت سنة 2021. وحسب النظام الأساسي الجديد الاتحاد الآسيوي شرط أن يكون مواكب لانتخابات الاتحاد الآسيوي، وبما أن انتخابات الاتحاد الآسيوي ستكون في يوليو القادم، شرط الاتحاد الآسيوي ان اعاده انتخاب او تمديد للاتحاد. فلله الحمد كان هناك جمعيه عموميه غير عاديه في الدوحه تاريخ 18/3، ولله الحمد بالاجماع يعني الدول كلها اجمعت ان المقر يبقى في الكويت وبرئاسه الزميل سيار العنزي كرئيس اتحاد غرب اسيا. ومن هذا الامر نبارك له ان حسب النظام الاساسي الجديد انه سيصبح نائب رئيس للاتحاد الآسيوي. نعم. في شهر يوليو القادم بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، إذا تكلمنا عن احتضان الكويت لمقر اتحاد غرب آسيا للسنوات الأربع القادمة، شنو أهمية هذا احتضان الكويت للمقر وشنو اللي يترتب عليه؟ بالنسبة لأهمية المقر، احنا مثل ما احنا عارفين الكويت رائدة في مجال
استضافة المقرات، عندنا المجلس الأولمبي الآسيوي، عندنا رئيس اتحاد السباحة الدولي الزميل حسين مسلم. المقرات تفيد البلد في أن التجمع يصير، يعني هو القيادة تصير عند الدولة، عند الكويت، وبما أن الكويت تقود الآن 12 دولة، فهي الفائدة للدورات التدريبية للأمور راح تختصر، أن بدل ما أنت ترسل اللاعبين المدربين الحكام، يكون المقر عندك، يعني تكون لك الأولوية في هالنقاط، فأنت مستفيد بالأمر هذا. الأمر الثاني أن الدول كلها تسعى حاليا لاستضافة المقرات، يعني احنا ما أخذنا المقر يعني بسهولة، كان في منافسة، الدول كانت تسعى للمقر، لكن لله الحمد أن تم الموافقة على دولة الكويت، وبإذن الله إن شاء الله راح يصير نقلة نوعية في اتحاد غرب آسيا لألعاب القوة إن شاء الله. شنو خطتكم كاتحاد لتطوير رياضة ألعاب القوة في منطقة غرب آسيا بشكل عام؟ طبعا من حيث البطولات، أيضا من حيث توفير الدعم المادي والفني، وأيضا طبعا لممارسي اللعبة، وأيضا تطوير ألعاب القوة عندنا في الكويت. خطط الاتحاد طبعا تم تشكيل لجان بعد إعادة تمديد لمجلس الإدارة، ثلاث لجان، عندنا لجنة التخطيط والتطوير، وعندنا اللجنة الفنية، وعندنا اللجنة الإعلامية. لجنة التخطيط والتطوير هي مثل ما ذكرت الدورات التدريبية لتطوير مستوى المدربين، لتطوير مستوى الحكام، لتطوير مستوى أيضا اللاعبين. أيضا عندنا اللجان الفنية هي اللي تسعى لتحديد البطولات والأمور الفنية الخاصة بالبطولات، تسعى إلى مثلا إعداد كم بطولة في الموسم وأي فئات، هي تختار الأمور هذه الفنية. بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية تحاول أن يعني أن الاتحادات 12 أن يكون في تواصل حسب البرامج الفنية وحسب برامج البطولات، كذلك زيادة التواصل بين الدول 12. هذه اللجان تسعى بالتطوير بالطريقة هذه. طيب عفوا دكتور، الحين اتحاد غرب آسيا، أو عفوا حاليا اتحاد غرب آسيا لألعاب القوة، تعاونكم أيضا مع اتحاد الكويتي لألعاب القوة باختيار اللاعبين، بتطوير مهاراتهم، بإرسالهم في بعض الأحيان إلى نقول معسكرات خارجية واستعداداتهم إلى آخره من هذه الأمور. مثل ما ذكرت لك ان اختصار البطولات، انا حاليا عضو في اتحاد الكويت للالعاب القوى. نعم. ومقر الاتحاد غرب آسيا ايضا في اتحاد الكويت للالعاب القوى. وهذا مما يساعد يعني على تطوير مستوى اللاعب الكويتي قبل لا نقول تطوير مستوى اتحاد غرب آسيا. عندنا ما شاء الله لاعبين كويتيين متميزين في العاب القوى تبارك الرحمن. يعني عندنا بعض الاسامي اللي عسى الله يبارك فيهم ان شاء الله يوفقهم ونشوفهم ايضا في البطولات قادمه، ولكن طموحنا دائما يكون للأعلى، للأفضل، نبي ما نبي بس مجرد مشاركة، ودنا بميدالية مثلا على سبيل المثال أولمبية إذا نقدر، ليش ما نقدر؟ احنا عندنا لاعبين قاعد يوصلون إلى هذه الأماكن. صحيح. في هناك خطة موجودة من قبلكم لهؤلاء اللاعبين بالتحديد؟ الخطط موجودة ولكن حسب الإمكانيات. أنت تطرقت النقطة، عندنا أبطال اللي هي المادية، قصدك المادية خصوصا. نعم. الكويتي احنا الكويت معروفة بالمواهب ونوصل مراحل معينة، لكن مثل ما نشوف اللي حوالينا ومن ضمن غرب آسيا قطر يعني مثال، يعني يكمل لنا في دعم يوصل إلى العالمية، احنا ما احنا أقل منهم في هالشيء، لكن نحتاج الدعم نفس الدعم اللي قاعد يحصلون عليه الاخوان في قطر خصوصا الالعاب الفرديه عندنا. لكن نتميز في الالعاب الفرديه اصلا اكثر. صحيح. من الجماعيه. احنا مثل ما انت عارف عندنا ابطال من السنوات الاخيره، عارف من الثمانينات. صحيح. معروفين دوله الكويت مستضيفين بطوله اسيا سنه 83، وعندنا ميداليات ذهبيه في اسيا. شنو اللي ينقصنا؟ ينقصنا مثل ما قلت لك الخطه موجوده، لكن التنفيذ ما يوصل مرحلة، يوصل مرحلة ويوقف بسبب الدعم المادي. الدعم المادي والروتين الحكومي. دكتور، يمكن حضرتك ذكرت البطولات، الحين الاتحاد هل هو ضمن خطته
كم عدد البطولات اللي يعني مستقبلا حاطها، وشنو الفئات اللي راح ينظمها؟ احنا الاتحاد تقريبا من 4 إلى 5 بطولات باذن الله ان شاء الله راح ينظمها اتحاد غرب اسيا، خصوصا ان العاب القوى بعد الغاء العاب القوى البطولات الخليجيه، يعني احنا صرنا 4 5 سنوات دول الخليج خلاص الحين، يعني اتحاد غرب اسيا صار 12 دوله، دول الخليج 6 دول، فيفضل العب مع 12 دوله ولا 6 دول؟ 12 منافسه اكثر طبعا، خصوصا ان ايران الحين بعد ما يعني مقدمة كتاب للاتحاد الآسيوي تسعى للانضمام، راح يزيد مستوى البطولة، مستوى فيها لاعبين عالميين، الاحتكاك راح يزيد، فالبطولة لما يصير فيها احتكاك قوي راح تأهل اللاعب للبطولات الأعلى. فبإذن الله إن شاء الله إحنا مثل ما قلتي سألتي عن الفئات السنية، عندنا 3 فئات، الناشئين والشباب والعمومي للفئتين. جميل، بإذن الله نسعى لأربع بطولات تقريبا في السنة إن شاء الله. حاليا قطر تستضيف بطولة غرب آسيا لألعاب القوى الأندية، تكلمنا عن هذه البطولة طبعا، غرب آسيا للأندية صحيح، فياريت تكلمنا عنها. هذه من نعتبرها يعني إنجاز لنا كاتحاد غرب آسيا، لأول مرة تقام بطولة للأندية، يعني تخيل الاتحاد متأسس سنة 2004 بعد انضمام المقر إلى الكويت، أول بطولة للأندية ونظمتها الإخوان في قطر، وبصراحة كانت بطولة جديدة وبطولة مميزة للأندية. شلون يتم اختيار الأندية؟ تم اختيارهم بناء على مراكزهم. احنا بالكويت المركز الأول والثاني خذينا الفئة الشباب اللي هم كانوا القادسية وكاظمة. جميل، وكان في منافسة يعني حلوة بينهم وبين الأندية، تقريبا شارك في البطولة 11 نادي والله الحمد، يعني نتائجهم كانت ممتازة، حققوا العديد من الميداليات الذهبية والفضية، وحصل نادي كاظم على المركز الثالث ونادي القادسية على المركز الرابع من بين 11 نادي. وإن شاء الله نسعى إن شاء الله أن نزيد العدد البطولات للأندية في المستقبل إن شاء الله. دكتور، يمكن ألعاب القوى دائما يعني حول العالم في آفة دائما تكون يعني خطر يهدد لاعبين ألعاب القوى اللي هي المنشطات، ودائما يكون في يعني محاربة عالمية لهذه الآفة لابتعاد اللاعبين عنها. أنتم كاتحاد شنو خططكم لمواجهة هذه الآفة من أنها تكون صوب لاعبينكم؟ مثل ما ذكرتي هذه نقطة مهمة، سواء في اتحاد غرب آسيا أو الاتحاد الكويتي، والله الحمد الوكالة الكويتية أعلنت يمكن تأسيسها قبل تقريبا سنة أو سنتين، والحين تفعلت وفي البطولات قاعد يحضرون الإخوان، مو مقصرين كل البطولات، وتم اكتشاف بعض الحالات، وهذه يعني نقلة نوعية للرياضة عندنا وحفاظا على الشباب الكويتي. كذلك هي ما تبحث بس فقط منشطات الأمور، أنتم مثل ما احنا عارفين المجتمعات خصوصا الشباب، فهي مو مقصرين الوكالة الكويتية، وفي تعاون معها في بطولات إن شاء الله غرب آسيا، كذلك الإخوان في قطر، حتى أن المركز في عندهم مركز دولي لفحص المنشطات، الإخوان في قطر اتفقنا معهم كحنا اتحاد غرب آسيا، وبإذن الله البطولات راح يكون فيها إشراف من الوكالة الدولية والوكالة المحلية الخاصة بالدولة إن شاء الله. إن شاء الله. الأمين العام للاتحاد الدكتور مانع مهدي العجمي، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. أشكركم أسرة برنامج العالم هذا الصباح، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.